فيما يتعلق بحساب مدة المسح، الصواب في ابتداء الحساب هو بالحدث، وهو قول جمهور العلماء، بمعنى أنه إذا لبسه الفجر وأحدث الساعة السابعة فإنه يمسح إلى الساعة السابعة من اليوم التالي، بغض النظر عما صلاه بهذا المسح ثلاث صلوات خمس صلوات أكثر أو أقل. إذا لبسه الفجر ولم يحدث إلا العصر فإنه يبتدئ من وقت حدثه، هذا الذي عليه الجمهور. وذهب طائفة من أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة إلى أن المسح إلى أن مدة المسح تبتدئ بالمسح بعد الحدث وليس بالحدث، بمعنى أنه إذا لبسه الفجر وأحدث الساعة السابعة ولم يمسح إلا لصلاة الظهر فإنه يستمر إلى الظهر من يوم غد، والفرق هو الساعات ما بين السابعة إلى وقت صلاة الظهر بين القولين. والأقرب والله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور من أن ابتداء حساب مدة المسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر من الحدث، لأنه الوقت الذي يؤذن له فيه في المسح سواء مسح أو لم يمسح.